هناك خلل في التوزيع وهناك بعض المصانع تقوم طبعا في كل فترة من نهاية السنة بإجراء عملية الجرد، عملية الجرد التي يعني تدفع ببعض المؤسسات وبعض المصانع إلى تخفيف من وتيرة أنظمة التوزيع، ولكن نحن إن شاء الله في هذه الأيام سوف تعود الأمور إلى نصابها. وبالمناسبة يعني بالنسبة لي للزيت، فالاحتياجات الوطنية يعني تبلغ 1600 طن يعني يوميا، بينما نحن وتيرة الإنتاج حاليا هي 2000 طن يوميا، وهذا ما يغطي يعني تلاحظون هناك فرق 400 طن أو أكثر إضافية يعني على مستوى السوق، وبالتالي هناك اضطراب في التوزيع وفقط. وإن شاء الله في الأيام المقبلة سوف تعود الأمور إلى نصابها.